بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. طبعا جيت لكم بقى النهارده بفيديو حلو قوي، وهو طريقه كده سهله وبسيطه هعرفكم فيها ازاي تعملوا اللي هو القرطاس اللي بنرسم بيه الحنه بتاعتنا. طبعا بنروح نشتريه باسعار غاليه جدا، فانا عرفت حاجه يعني حبيت اعرفها لكم في الفيديو النهارده. يا رب تكون يجي كده عند حسن ظنكم ويعجبكم ويفيدكم بحاجه. فانا في حاجه يعني عرفتها فحبيت افيدكم بيها. طبعا لو انت اول مره تشوف قناتي يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هعمل لكم حاجات جميله جدا ووصفات حلوه قوي للشعر والبشره، انا جربتها الحمد لله، واللي طلع مش كويس معايا هقول لكم عليه برضو عشان نفيدكم بحاجات كتير جدا. يلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا دي ورقه اهي، ورقه سلوفان اهي موجوده عندي، ورقه مفرش مشمع عندك موجوده في اي مكان. طريقتها يا بنات اسهل من كده، ما فيش. انت بتعمليها مربعه بالطريقه دي كده اهي، وبتعمليها ايه؟ قرطاس. اهو بالشكل ده كده، طريقه سهله جدا جدا، وجربوها تعجبكم جدا يا بنات. اهي شايفين بقى اللي هو اللي من هنا كده، القرطاس من هنا كده بقى هتلزقيه تلزقيه كويس قوي. طبعا انا معايا بكره اللزق بتاعتي، كنت عامله لزقه اهو مجهزاه عشان يعني عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو كده اهو. بنروح نشتري بقى الحاجات دي غاليه جدا من عند مستحضرات التجميل. طبعا البنات عارفة وفاهمين انا بتكلم على ايه كويس. هي حاجات سهلة جدا يا بنات والله، تعملها في البيت لو عندك اي ورقة اي يعني حاجة عندك تعرفي تعمليها بيها، مش بتاخد وقت معاكي خالص اطلاقا. اهي هلزقها هنا كويس قوي كده، استنوني هنزل لكم بوصفات حلوه قوي. طبعا اللي ما شافش قناتي يا ريت يشوفها ويشترك فيها، مش هيندم والله، هتوصل لكم حاجات جميله جدا ووصفات وتجربات عن حاجات كتير انا جربتها. اهي شايفين يا بنات اهو، هو المنظر ده كده. هعمل ايه فيه بقى؟ طبعا هو من هنا كده يعني ايه مقفول شويه اهو، مقفول، فانا هاجي هضيقه ايه شويه يعني هوسعه يا ربي بالمقص شويه عشان ايه اعرف احط الحنه بتاعتي. بس بعد ما احطها انا طبعا مجهزاها اهي واحطها في كيس. هي تحط الحنه بتاعتك كده، بسم الله. اعمل ايه بقى؟ هبدا الزق عليها كيس بالمنظر ده كده، هبدا الزق عليها الكيس بتاعي اهي. طبعا ما لقيتش عنديش كرتون صغير، فده اللي موجود يعني هينفع ان شاء الله. لازم تلزقيه بالطريقة دي عشان ايه ما يفكش منك ويبهدل لك الدنيا اهو. هي
اهي اهو يا بنات، ايه رايكم بالمنظر ده؟ زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هاجي بقى من البوز بتاعه ده وهفتح له ايه فتحه معايا اهو، هفتح له فتحه كده صغننه بحيث ان الحنه بتاعتي تطلع منه. طبعا بقى هترسم الشكل اللي انت عايزاه اهو. اهو يا بنات بكل سهوله جدا هترسمي بقى الشكل اللي انت عايزاه كده، وهتبقى حاجتك موجوده معاكي. لو لقيتيه مثلا ان هو مش الفتحه دي مش بتنزل معاكي قوي، بتفتحيها بس شويه ببساطه كده بالمقص بتاعك اهي، بحيث ان هي تنزل معاكي. بس كده يا بنات، رب اكون قدرت افيدكم النهارده. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تحت ايه رايكم في التعليقات. يا رب اكون فدتكم بحاجه النهارده. يلا يا بنات، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.